ماي جاست بتطلع عليكم بحلقه جديده لليوم. اليوم ضيفنا بيير كوزاح تنحكي نحن وياه اكثر عن الباك تو سكول، خاصه بموضوع العيون يلي كل الاهل يمكن بيتوجهوا لعند الطبيب المختص تيفحصوا عيون اولادهم، حتى كمان يشيكوا على عيون اولادهم قبل ما يبلشوا بالمدرسه. اهلا وسهلا فيك بيير. اهلا فيك. كيفك؟ وين هالغيبه؟ والله مصيف السنه صيفيه، وعدنا مشاهدين يكون عندنا حلقات، بس صراحه يعني بركي على الباك تو سكول نرجع نحن اذا الله بيريد هلا نرجع للنشاط عن جديد. بتعرف بالصيفيه كل الناس هيك، حتى المحلات، حتى نحن بتحس انه الهمه بتصير اخف بالصيف، بس بيرجع واحد على الشتاء بيرجع بشد حاله شوي. بناخذ الصيفيه هيك فاكونس نرتاح شوي، بريك، لانه بيبقى كل السنه ضغط شغل وضغط عمل. يعطيك ألف عافية بيير. بعرف إنه في كتير ناس بتتابع حلقاتك وبتنطرهم، مشان هيك بيسألونا عنك. اليوم رح نحكي عن أهمية فحص العيون قبل الدخول للمدرسة، وخاصة إنه قربنا سنة في مواد دارس مبلشة على بكير، قد إيه مهم واحد يفحص عيونه قبل المدرسة؟ صحيح، هذا موضوع كتير أساسي وكتير مهم، إنه الأطفال أو الأولاد أو بكل الأعمار قبل ما يفوتوا على المدرسة أو حتى اللي خلصوا مدرسة وبدون يفوتوا على الجامعات، كتير مهم أنه يصير في فحص عيون قبل ما تبلش السنة الدراسية. ليش؟ لأنه بنكون عم نلقط السنة الدراسية من الأول لحتى يكون عم هالشخص عم بيقشع صح، عم بيقشع مزبوط بالصف. هيك بنكون عم نربح وقت، وما عم بيكون عم بيسبب هالشيء تأخير بالمدرسة، لأنه ممكن يكون في تغيير بالدرجات إذا حدا ولد أو يكونوا درجاته مغيرين، ساعتها تتصحح الدرجات لحتى اللي نبلش بالسنة الدراسية كل شيء صح. أو إذا ما بيلبس لونات من قبل لازم يعمل فحص نظر، لأنه ممكن يكون في شيء نلقطه من الأول، وممكن ما يكون في شيء، بس بنكون طمنا بالنا انه عافيتين على المدرسه بصحه جيده، عيون منيح، عم نقشع 10 على 10 لنبلش السنه الدراسيه من الاول صح. ما ننطر شهر واثنين لحتى نبلش العلامات نلاقيها متراجعه. مش عطول نعطي السبب الاساسي للعيون، مش عطول صح. ما هون الاهل دائما بيتوجهوا صوب انه ممكن الابن مش شاطر، كسلان، او المعلمه، او ما بقى، او عم بيلتهي، ممكن يكون هالمشكله هي من نظره، بنعالج النظر بيصير كل شيء تمام 100%. شو يلي ممكن يلفت النظر عند الاهل او الانتباه عند الاهل حتى يعرفوا انه في مشكله بالنظر؟ في انديس ببينوا، عوارض ببينوا؟ صحيح. هلا خلال الصيفيه وبدايه السنه الدراسيه نحن بنكون عم ننتبه، عم نطلع على اولادنا كيف عم بيتصرفوا، كيف عم بيتطلعوا على الاشياء. ممكن نلاقي الولد عم بيقرب على التي في، مش لانه هو طالع على باله يقرب على التي في لحتى انه هيك، لانه ممكن ما يكون عم بيقشع الصوره بشكل صح، بيقرب على التي في لحتى يصير يقشعها صح. فنحن بنصير نعيط عليه انه رجع لورا، بيكون هو عنده مشكله بالنظر. هيدا اول علامه انه ممكن تخلينا نشك بشي بالنظر. بنفس الوقت بنلاقي وقت يكون عم بيدرس او يقرا بالكتاب او عم بيلعب على الايباد او السيلولار، كل المشاكل اللي عم نحكي عنها صحيح، بنلاقي انه عم بيقرب كثير لحتى يقشع، بصيروا يقولوا له علي راسك، ممكن هو يكون في عنده مشكله نظر هي اللي عم تجبره انه يقرب على الكتاب لحتى يقشع صح. هون كمان الاهل كثير مهم انه وقت يكونوا عم بيطلعوا بالولد ينتبهوا اذا في عين عم تشرد لجوا او عم تظهر لبرا، لان هيدي علامه كثير مهمه انه لحتى نعمل فحص نظر للاولاد. لانه ممكن هيدي اكثر شيء بينتبهوا وقت يكونوا عم بيتصوروا بيشوفوا الصوره بعد من بعد ما يطلعوها، بيلاقوا انه يا العين فاتي لجوا او زايحه لبرا. هول قبل حتى الصوره لازم بالبيت وهن عم بيلعبوا، هن عم بيركزوا على التي في على الكتاب، ينتبهوا انه اذا العين عم تشرد لجوا او عم تظهر لبرا، هيدي علامه اساسيه لحتى يصير في فحص عيون. اوكي، واذا واحد عم تشرد عينه هيك، يعني مثلا عم بتطلع فيك انا بس كاني شارده غير محل، هيدا شو دليل تعب؟ لا، هيدا دليل في ضعف بعضل العين. شارده اذا في عين وحده شارده
يعني هيدا في ضعف بعضل العين. اوكي. هيدا بده علاج على السريع. لانه بحس انه ما عم يعني عم بتطلع فيك انا شايفتك السارحة بغير محل. لا هيدا غير موضوع ممكن يكون الواحد عم بفكر بغير شيء. بس بتحس العيون عم بريحه لا؟ ايه انا كل شيء والعيون جالسين هيدا ما بهمنا ممكن هو يكون شارد او عم بتطلع بغير شيء او مش مركز معك. لانه كمان في اولاد بالصف بصيروا مطلعين من المعلمة او الاستاذ بيروحوا بيسرحوا. ممكن يكون خاصه كمان لانه العيون تعبانين تقلانين او لا ما خاصه هلا ممكن ممكن يكون غير شيء بس الاهم تبقى. من هيك هو انه اذا في عين وحده عم تشرد لجوا او لبرا هيدي علامه كثير مهمه. صح. بعد في علامات كثير مهمه امرار بنطلع ان كان ولد او حتى كبير بنلاقيه عم بزم عيونه لحتى يقشعر بزم عيونه هيك كل ما بده يركز على شيء بزم عيونه وقت نزم عيوننا هيدا دليل كمان انه في مشكله بالنظر لازم نعمل فحص نظر. اوكي. كمان في عندك اولاد او حتى كبار يعني هيدا لكل الاعمار بيقولوا لك وجع راس دوخه بحسوا حالهم انه بيوصلوا لبعض الظهر راسهم تقيل عم بيوجعهم هن وعم بيدرسوا مثلا بتكون الام عم بتدرس ابنها 10 دقايق ربع ساعة بعد بيتعب هو بيصير ما بقى مركز بيصير ما بقى بده يدرس مش دايما انه هو ما بقى له جلادة ممكن لانه عنده مشكلة بالنظر تعب نظره بهالربع ساعة او هالعشرين دقيقة اللي درس فيها صار بحاجة انه يرتاح لحتى يقدر يكمل. فهون كمان ممكن يكون في عنا مشكلة بالنظر 100%. بيير بس بلش السنة الدراسية وكلنا منعرف يعني من نحن وصغار في ناس عندهم تاندانس يقربوا كثير ويكتبوا في ناس عندهم تاندانس يلقوا على البيبيتر ويكتبوا في ناس يعني عشوائي بيلقوا على المقعد ويكتبوا. صحيح. قدي هالشي بأثر على العيون وقدي هذا الشي خطر وما لازم يصير 100%. هلأ إذا هو عم بيقرب مثل ما حكينا قبل ممكن يكون في عنا هيدي علامة انه في مشكلة بالنظر. هلأ اذا ما في مشكلة بالنظر او مصلح مزبوط لابس اللونات الصح او ما عنده مشكل وبعده عم بيقرب ممكن هيدي تصير عادي. بس هيدي العادة هي مش منيحة. ليش؟ اول شيء اذا بدنا نحكي قبل النظر اذا مش قاعد بشكل صح على الطاولة وعم بيكتب وعم بيدرس هيدي اول شيء بتأثر على الظهر على ظهره على سنسلة الظهر على الكتاف على الرقبة ممكن يصير في عنده مشاكل بكل هيدا السيستام المسكولير من الرقبة ونازل. هيدا كمان شغلة غلط. كمان كتير مهمة ما حكينا عنا الإضاءة وقت يكون هالولد عم بيدرس إلى جانب انه يكون قاعد صح لحتى اللي ما يصير في عنده مشاكل برقبته أو بظهره. بنفس الوقت وقت يكون قاعد صح وعم بيطلع على الكتاب بشكل صح عيونه بيكونوا مرتاحين أكتر لأنه وقت يلوي راسه أو يكون نايم على الطاولة وعم بيكتب عضلات عينه بتكون عم تشتغل بشكل غير طبيعي لأنه في عضلة عم تشد أكتر من عضلة لأنه وقت نبرم راسنا العيون بدون يبرموا بدون يتطلعوا غير مطرح هون كمان هالشي بيسبب إزعاج لعضلات العين إلى جانب المشاكل بتصير عنده رقبة وظهر و... صح وأوجاع تانية. لكن أهم شيء ننتبه على قعدتنا يمكن نحن بالمدرسة أو نحن بالصف أو حتى بالشغل نحن لأنه صحيح أوقات عنا تعداص أنه نحن أو أنه نلقي أو أنه هيك. بالإضافة لكل هالأشياء في عنا كمان بالصين مرقنا خبر عندهم البيبيتر تبع التلاميذ بيقعدوا كأنه في خشبة صحيح هون صحيح لحتى اللي يجبروهم يقعدوا بالشكل الصح. صح 100%. بيير من نحن وصغار نحن كنت أمي بتذكر على طول تخدنا قبل المدرسة هنعمل فحص العيون على صحة السلامة. في ناس ما بيأمنوا بهذا الشيء بيقولوا إنه خلص سبعة بتقطع إذا حسينا بمشكلة منروح عند الطبيب المختص. قدي هالشائع عن جد يعني غلط ولازم نصلحها تما نوقع بمشاكل أكتر لأنه مش على طول بنعرف إنه مشكلة العيون. يعني أوقات الأهل مثل ما حكينا بأول الحلقة بيقولوا إنه الصبي السنة منه مركز الصبي السنة منه شاطر أو السنة طايش بالصف آخر شيء ممكن يفكروا فيه هو العيون وهو يمكن وجع الدينين أو هو يمكن مشكلة بصحية. بعد ده الخطأ الشائع عن جد بده تزبيط من جذوره وهذا اللي عم نلاقيه بالواقع بالمدارس او عند الاولاد عند الاهل انه عم نلاقي كميه اولاد كثير كبيره انه
حتى مش عاملين فحص عيون ومش منتبهين انه في مشكل، لانه حالة مشكلة ان كان ببلش بيقول لك عم بيوجعني راسي، اول شيء بيفكروا بياخذوا بارادول، بياخذوا عند حكيم راس ما بعرف شو، اخر شيء بيفكروا في العيون، مع انه هي اول شيء لازم يفكروا في العيون، لانه العين هي اللي عم تتلقى اول صوره. اوكي، فلشو لحتى نتعذب ونروح ونعمل سكانر واي ار ام ونعمل فحوصات وما بعرف شو، بتكون المشكله هي بالعين. أوكي. اول شيء بنبلش بالعين، ما في اي بروبلم ننقل لغير فحوصات. أوكي. وهيدي الانشينمون الصح يلي نحن لازم نمشي فيها. قد ايه بيأثر على العين اذا نسيناها؟ يعني اذا رحنا عند انه قلنا ابننا يمكن اليوم لقى شيء فيروس او غريب او شيء ونسينا، وعنده وجع راس ونسينا ونسينا ونسينا، يعني قد ايه ممكن العين يزيد نوع المرض اللي فيها بلا ما نحن نحس؟ هيدي أهمية. إنه إن كان الولد أو بحال العمر وقت يصير في عنا مشكلة بالعيون، وقت تتعالج بالبداية بتكون الحالة تبعيتها أهين، وبتكون العواقب تبعولها محدودة ونحن قادرين مسيطرين عليها. وهيدا الشيء بنشوفه أكتر، بيجي لعنا ولد بنلاقي فجأة عنده 4 درجات أو 5 درجات، بيجي لحتى اللي نعمل له لونات بهالأربع درجات أو 5 درجات وعم نعطيهم ضربة واحدة فرد مرة، هالشي ممكن يسبب له إزعاج، بينما نحن لو مكتشفينه من الأول وقت يكون عنده 3/4 درجة أو درجة أو درجة وربع، بتكون السيستام أوبتيك اللي عم نعطيه هو أهين وأسهل لإله، لأنه بيعمل أدابتاسيون سريعة عليه. بينما إذا إجا لعندي من أول مرة عنده 5 درجات أو 6 درجات، يعني نحن مأخرين. صح. يعني إذا بدنا نبلش بالعلاج الصح ما عم نقدر نعطيه العلاج من اول مره. صح، ساعتها مضطرين نعمل له على مرحلتين او ثلاثه لحتى هالادابتاسيون تقدر، يعني بعدنا عم نتاخر على العلاج الصح. فهون اهميه الاكتشاف اي شيء بالنظر، ان كان مرض او مشاكل نظر، يعني ديفو فيزويل، هون انه نكتشفه من الاول، لانه العلاج بيكون اهين والنتيجة بتكون أحسن. صح. مشان بعدين 100%. مشان هيك عم نقول إنه عن جد واحد لازم يمرق ويعمل فحص عيون عند الأشخاص المختصين. نرجع نذكر يلي عندهم شهادة بالأوبتيك يلي بيملكوها، وطبعا نوصل لمحل عنا 5 و6 درجات ونحن قبل مش منتبهين إنه كل هالأوجاع الرأس أو هالتعب أو يمكن عدم التركيز هو من العيون. بيير، خلينا نذكر بالعنوان ورقم التليفون لآي كير. آي كير بشارع نيو جديدة، بنيو جديدة سنتر، بحد بلدية جديدة، يعني ما بيضيع. رقم التليفون 01-895532، والموبايل 03-845-364. نعم. بتعرف يا رب الصيفية في كتير من الناس وبالشتوية بيلهوا ولادهم بالتليفون، بيلهوهم بالآيباد، بيلهوهم قعدوا على اللابتوب على التيفي. قدي مش صحي انه ولاد من عمر عم بحكي 2 وطلوع وأقل كمان يكونوا عن جد مسكين هالتليفون كل الوقت، وعن جد هالقد قرابة عينهم او الآيباد او اللابتوب تبعهم ومركزين. يعني بعرف في اهل بيتركوا اولادهم ساعات قدام التي في او الايباد او التليفون، قد ايه بتاثر على العين؟ لكن ما في مطل، عندنا امثال بلبنان، ما في مطل هو الا مع في شيء من الصح. نعم. في مطل بيقول زايد خي ناقص او بهالمعنى. نحن هون مش شغلتنا نقول انه ما يلعب جيمز ابدا او ما يحضر تي في ابدا، كمان هيدي شغلة ممكن تأثر له على غير شيء. صح. ممكن يتأخر عن رفقاته لأنه بيكونوا متطورين أكثر منه، إذا ما خلينا يشتغل على السيلولار أو يلعب جيمز، لأن هيدي كمان بتطور الدماغ والفكر. صح. طبعه. وبنفس الوقت أنه ما ياخد وقت كتير طويل هو، يعني في عنا شيء اسمه ميزان نقدر نحن نعمله بالبيت، اللي هو بكل شيء بتصرفاتنا بالحياة نعمل ميزان. وفي عنا راجل بتقول 20-20-20 هيدي بالنظر. يعني لازم كل 20 دقيقة نريح عيوننا 20 ثانية ونتطلع على 20 فيت، يعني نتطلع على مسافة بعيدة 5 أمتار أو 6 أمتار. هيدا الصغير والكبير لازم يعملها، لانه وقت نكون عم نشتغل على ان كان سيلولار او تي في او ايباد كمبيوتر مركزين،
ما بنقدر التركيز تبعولنا أكثر من 20 دقيقة نكون نحن مرتاحين. من بعد 20 دقيقة نبلش نتعب، ممكن ما نحس بالتعب دغري، بس هيدي بتبلش تبين بعدين. فمشان هيك في عنا راجل كتير مهمة إنه كل 20 دقيقة نريح عيوننا 20 ثانية، نتطلع على مطرح كتير بعيد لحتى لي هالعيون يرتاحوا. وبطبيعة الحال إنه مش يقعدوا ساعات على الجيمز أو على التي في عم بيشتغلوا. خير الأمور أوساطها. صح 100%. بيير في عنا شيء اسمه بلو بروتكت، يلي هو بينحط على اللونات حتى يحمو العيون من إذا فينا نقول الأشعة، فينا يحميهم من كل شيء عم بيدخل على العين. خبرنا شو. صحيح، هيدا اكتشاف جديد. لقوا إنه كل الديجيتال ديفايسز إن كان الموبايل أو التي في أو أضوية اللاد يلي هي منتشرة ببيوتنا هالأيام بتطلع لوميير بلو منها. الدراسات لقت إنه هاللوميير بلو بتأثر على الميلاتونين بالعين. وهيدا هو وبتبلش تخلينا أول شيء نحس بتعب جسدي، ما بنعود نقدر ننام مظبوط بالليل، والعين بتبلش تتعب، وحتى بتعملنا مشاكل مثل مي زرقاء أو مشاكل بالشبكة على العمر الكبير، يعني بتسرع هالأمور. وخصوصا نحن هلا صرنا بعصر صارت أغلبية وقتنا بالنهار عم نستعمل الديجيتال ديفايسز إن كان موبايل أو أي شيء عم نستعمله، يعني نحن عم نتلقى هاللوميير بلو بشكل كتير كبير. فالشركات اللي تختص بالعدسات الطبية اللي هي الفير أوبتيك لليونات اخترعوا فيلتر لحتى يحمينا من هاللوميير بلو لحتى تبطل تفوت على عيننا. فعملوا فيلتر اسمه بلو بروتكت. هيدا بشيل مش كل الضوء الأزرق بيمنعه يفوت من العين، الضوء الأزرق في شقفة منه هي اللي بتأذي العين، عملوا فيلتر لحتى هيدا تنشال، ما نقدر نسمح لها تفوت على العين. بينما الضوء الأزرق اللي ما بيأثر على العين بيضل مكمل. وهيدا هون بنلاقي شوية لغط بالماركت السوق بلبنان، امرار في ازاز بيبقى تشيب او جاي من الصين بيعمل بلو كات، يعني هيدا بيقطع لي اللون كل الازرق ما بقى عم بفوت على عيني. هن جربوا انه يعملوا شيء فلتر مثل البلو بروتكت بس قطعوا كل الازرق، بلشوا يغيروا لي حتى رؤية الالوان الصحيحة يلي هو هيدا شيء مش منيح، لانه ممكن بالسواقة أنا وعم سوق أو أنا وعم بدرس أو أنا وعم طلع على التي في ما عود شوف الألوان بشكل مزبوط. بشكل مظبوط. بينما البلو بروتكت هو الفلتر يلي عم بيشيل هالشقفة المضرة من الأزرق بس، وبقية الأزرق عم بيضل يفوت على العين صح. فهيدا الفلتر بنقدر نحطه على حيال اللونات، وخصوصا لازم نستفيد منه للولاد الصغار بما أنه أغلبية وقتهم هني على الديجيتال ديفايسز. فنحن هالشيء ما بيمنع انه وقت نكون عم نعمل عوينات عم نعمل لهم ازازه طبيه انه نحط هالفلتر بقلب الازازه لحتى نكون عم ناخذ حمايه مطلقه او 100%. طب يلي ما بحط لونات بيقدر يعمل شو؟ ما بيحط لونات بيقدر كمان يحط هيدا اللونات لحتى نكون عم نحمي بس بروتكسيون. اوكي، لكن مثل ما حكينا اليوم بهالحلقه مع بيير كوزاح عن اهميه انه نرجع نفحص عيوننا عند الاولاد ونحن كمان الكبار، لانه كمان احنا بنهمل حالنا اوقات، لازم نعمل تشيك اب على القليل مره بالسنه او مرتين حتى نقدر نشوف عيوننا نظرنا وين صار، بحاجه للونات مش بحاجه للونات. واهم شيء عند الاولاد قبل ما يبلشوا بالمدرسه عن جد نتوجه لعنده حتى نفحص عيون اولادنا تما يكون عندنا اي مشكله بس يبلشوا بالعام الدراسي. قبل ما نختم حلقتنا معك لليوم شو بتحب هيك تقول كلمة أخيرة للمشاهدين للأمهات خاصة؟ أول شيء بس بدي أقول شغلة كتير مهمة لأولاد الصغار أنه يعملوا فحص عيون مرتين بالسنة بيكون أفضل. مرة على دخول المدارس ومرة قبل إذا بدك الامتحانات الآخر السنة اللي هي بالربيع، هيك بنكون عم نضمن نظر سليم 100%. نعم.
بدي اتوجه للاهالي وخصوصا للامهات انه معلش ينتبهوا شوي لاولادهم. وقت اللي لازم يعملوا لهم فحص عيون شغلة منا كتير كبيرة انه كله بطاقتنا نحن. وقت نقرر بنقدر نلاقي وقت ونخصص وقت لاولادنا انه نعمل لهم فحص عيون ولانه قبل المدرسة ومرة بالربيع 100%. لكن انا نحفظ عن جد وننتبه لسلامة عيون اولادنا لازم نعمل هالفحص خاصة هلأ قبل اخر الشهر حتى نحميهم قبل ما يفوتوا على المدرسة وما نفوت بمشاكل بالنصر. شكرا لك بيير قزاح، بس منذكر بالرقم التليفون. مرسي لك رنا، التليفون 01-895-5302-03-845-364. شكرا لك بيير، رح يكون عنا مواضيع تانية نحكي فيها بالحلقات اللي جايين الله راد. لهون بتكون وصلت حلقتنا للختام، إذا عندكم أي سؤال عبيكم نطرحه على بيير فيكم تبعتوا على الفيسبوك بيج أصدى تي في، تعملوا لايك لهالبيج وتسألونا يلي بدكم إياه ونحن مننقله بالحلقات اللي جاية. بدي أشكر بآخر هالحلقة محلة هيرز بلو، فولا بيوتي لاونج، كاميليا رزق وسوزي عايه، وبكره بنتلاقى بحلقة جديدة، إلى اللقاء.